مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنشوفوا الموضوع اللي عدد كبير من المغاربة تبعوه وكيألم بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، موضوع سميحة المختفية. اليوم حسن اللي هو الأخ ديالها ربط بيا الاتصال وهو جد فرح بحكم أنه تواصل مع الأستاذة زين بخيار الغنية على التعريف. مشاهدينا الكرام، أستاذة زين بخيار غتدخل على الخط في الموضوع، تبعوا معايا. حسن ربطي بيا الاتصال، قلبتي وصلتي الأستاذة زينب وجلستي انت وياها وعاودتوا ليها، عاود لي أستاذة زينب. الله عمرها دار أستاذة مزيانة، تبعنا القضايا ديولها، كتوقف مع الناس في سبيل الله. الله يخلصها والله يرحم لها الوالدين، الله يسهل عليها. واتصلنا بك ونتمناو خير ان شاء الله. نتمناو الأستاذة زينب هي اللي تبين لنا الأخت ديالي. فرحت مني وصلت الأستاذة زينب، وفرحت دابا اللي غادي تاخذ لي حقي ان شاء الله. فرحان الحمد لله، هذه الأستاذة هي اللي غتاخذ لنا حقنا وتبين لنا الأخت ديالي، والحمد لله كنشكروك. عندي معك سؤال واحد باش نشوف الاب، كاين شي جديد في هاد اليومين ولا الامور مازال؟ لا، الامور مازال ما كايناش، باقى الابحاث. باقى الابحاث، مازال ما شفنا حتى حاجه. نعم مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الاب الوليد. نعم. استاذه زين بنت ولدك كنتو معاها اليوم. اييه. وعاودتوا ليها كل شيء. أيه. وهي شافت الفيديوهات كما خبرتنا. أيه. حسات بالقصه. أيه. قول لي. الله يرحم ليها الوالدين، الله يسترها، الله يرضي عليها، تبقي لي بنتي، الله يسهل عليها، ربي يسهل ليها ان شاء الله باش تبان لي بنتي. لا يستر الله، حنا في الله، عند الله تبارك وتعالى. واستاذه زينب بنها تكون عمانة ان شاء الله. ان شاء الله. ودابا صحيحتك كي دايره شويه؟ وعيان شويه ودي يا سيدي، عيان شويه. عيان ولكن كتخرج تقلب. كنقلب انا، راه ما خليت حتى مدينه لما تساريتها، ولكن ما جاب الله شيء. ما عرفتش واشني هاد الدريه ميته ولا حيه، الله اللي يعلم بينا وبيها. الله يفرج عليك يا ربي. استاذه زينب تنتمنى لك التوفيق في المهمه. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الاستاذه زينب خيار كتدخل على الخط، وكذلك احتراما الاعراف والتقاليد والقرارات النقابه، انه ممنوع الاستاذه انه تناول معنا القصه الان. مشاهدينا الكرام، استاذه زينب تناولت معها الموضوع قبل من التصوير، عاودوا ليها لمها الموضوع بشكل كبير، وهي متشوقة لبداية المساطر والتتبع ديالها في الإطار القانوني لهذا الملف. أستاذة زينب باش ما نحرقوش المراحل، لها مجموعة من الاتجاهات، الهدف الأسمى في الموضوع هو البحث عن المختفية سميحة. السؤال المطروح، تصنتنا وتناولنا القضية كذلك في الفيديوهات السابقة، والمغاربة مشكورين متبعين معنا الملف ديال سميحة. سمعنا عند الأخ، سمعنا عند الأب، سمعنا عند الصندوق الأسود، نوعية الشك فين كاين، والسؤال المطروح أين هي سميحة؟ حوالي شهر أو و حوالي عفوا شهر وستة أيام ليس هناك جديد، باستثناء الأبحاث اللي الهيئات المسؤولة بطبيعة الحال في الإطار القانوني كدير البحث ديالها، ولم نتوصل لحد الآن بأي نتيجة في حدود الساعة. مشاهدينا الكرام، أستاذة زينب خيار قالت لي سوف أفعل ما يسعي وما يخول لي القانون من أجل الوصول أين هي سميحة. سميحة لتنوير رأي العام أكثر في الموضوع، اختفت شهر وستة أيام، كتخدم في مخبزة خدمة الصباح في 12 ما بقاتش تلقات. رسالة ملغومة جات الأخ ديالها من طرف الهاتف ديالها، فيها أنا غدا الصويرة، والأخ يشكك في هذه الرسالة انه ماشي الخط ديال الاخت ديالها. كذلك الى شفتوا معنا الاجزاء الاخرى غادي تشوفوا معنا من هو في شك الان ومن له صله، انطلاقا من الصندوق الاسود اللي لقى الاخ في البيت ديالها اللي فيه العلاقه مع شخص. مشاهدينا الكرام، الراي العام متتبع بقوه لهذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد في الموضوع بعد الخطوات اللي غتقوم بها الاستاذه في الاطار القانوني من أجل تبيان الحقيقة. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع هذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضية. الخبر صار، العائلة شيئا ما، هذا الخبر إذا صح التعبير يثلج الصدر، أنهم اطمأنوا ملي وصلوا الأستاذة زين بخيار التي تتفاعل بقوة مع هذا الملف وتبعته في الفيديوهات اللي توضعوا بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع الملف في اي جديد بطبيعه الحال. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.